السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران حيث تم وضع حيز الخدمة للطريق يعني المنفذ نتاع ميناء وهران في بحر الأسبوع الماضي، تم وضعه كلية، يعني افتتاحه كلية بعد ما تم فتح الجزء منه. الآن يتم فتح الطريق يعني المحول اللي كان قيد يعني لافينيسيون، قيد الأشغال نتاع النهائية، اللي الآن تم وضع يعني المقطع كلية انطلاقا من ميناء وهران إلى حدود طريق السيار الشرق غرب، إذا على مدة حوالي 30 كيلومتر، وهذه إضافة أكيدة للشبكة نتاع الطرقات على مستوى ولاية وهران وعلى مستوى يعني الشبكة الوطنية، حيث أن هذا الطريق يعتبر استراتيجي واقتصادي هام جدا، سوف يحل كثير من المشاكل المرورية على مستوى مدينة وهران، وكذلك سوف يساعد على العملية تاع معالجة الحاويات على مستوى ميناء وهران ب يعني تشغيل هذا المنفذ الجديد. أترككم إذا تتابعون هذا التقرير حول الموضوع، والسلام عليكم. الطريق منشأة قاعدية استراتيجية تدخل ضمن خطة الدولة لعصرنة شبكة الطرقات، وهو الإنجاز الذي استحسنه المواطنون ومستعملو الطرق خاصة أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل. صافي بليز، إن شاء الله أي حاجة زيادة البلاد قاع مليحة، إن شاء الله تكون هذه تكون متنفس قاع العائلات. صافي اون اريف فيت في اون فيل ميم با الوقت قليل بالخف نوصلو، فرانشمون داروا حاجه او توب، يا ريان ادير والله، هكا سا البلاد تولي شابه، يوغا بلوس دو بيرسون يجوا ان شاء الله. هذه الوطود زعما مليحه، مساعدتنا غايه الحمد لله. هاد الطريق داروا انجاز مليح والحمد لله، رانا ملاح تما الطريق راهي مليحه ونفعتنا بعد السيكيلاسيون، مام الطريق خدموها شابه الله يبارك. ما في العقبه ما في طريق ثاني واسعه، ما يمكن جو مهودين الاخرى في كي جو مهودين شويه صعيبه، بصح هذه شابو. على مسافة 26 كيلومتر يمتد هذا الطريق الذي تم تصميمه وفق معايير محكمة. هذا المقطع اللي وضعناه في الخدمة هو فيه 8 كيلومتر، هو مقطع يتكون من منشأة بحرية اللي رانا متواجدين فيها الآن، منشأة بحرية على مسافة تقريبا 1700 متر، يعني انديغ ماريتيم. منشآت فنية تمثلت في جسر بعلو 40 متر ونفقان تم تجهيزهما بأحدث التجهيزات للصيانة والحماية. نفق مغطى ينطرونشي كوفرت على مسافة تقريبا 1 كيلومتر، هناك كذلك مقطع طرقي معناتها سكسيون روتيير على مسافة 3.5 كيلومتر، وهناك جسر على مسافة 720 كيلومتر متر 720 متر، وهناك كذلك نفق على مسافة 1600 متر، وطلعت حكينا الربط على مستوى الطريق الاجتنابي الرابع على مستوى منطقة كانستان. تل فيها الأجهزة، في أجهزة المراقبة اللي هي في كاميرات المراقبة وإشارات المرور الضوئية، فيما يخص تهوئة الأنفاق ببطاريات إخراج الغازات السامة، إطفاء الحرائق خصيصت أجهزة خاصة أوتوماتيكية لإطفاء الحرائق، تمثل في أنابيب على طول الأنفاق مزودة بمدخات أوتوماتيكية. هو مكسب ذو ثقل اقتصادي وسياحي بعاصمة الغرب وهران، حيث سيتم إنشاء فضاءات للتسلية والترفيه لاستغلالها سياحيا مستقبلا.